بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد أول موضوع في تعالى وانظر عن العليقة. احنا كأننا هنعدي على مناظر في الكتاب ناس شافتها، شافوا ربنا بأشكال مختلفة، فكأننا بنعزم نفسنا أو الكنيسة أو الروح القدس بيقول لنا تعالى وانظر، تعالى نفرجك على ربنا في الموقف ده شكله ايه. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله هوريب. فاكرين موسى النبي طبعا، مش هنراجعه بالتفصيل، إنما أول 40 سنة في القصر وبعدين في البرية راعي أغنام، وفضل على كده راعي أغنام زمن طويل. وبعدين كان يسرون ده حماه، راجل طيب قوي على فكرة وراجل فاضل وعلمه حاجات حلوة، والمرة دي ساق الغنم وراء البرية. يعني ايه؟ زي ما تقولوا بيبقى في حدود للرعي، بس في مرة من المرات وراء البرية يعني سرح بقى، سرح مبقاش في حدود، يمكن خد فيه أيام كده اتخطى الحدود المعتادة، ودي هيجي ذكرها بعد شوية. وجاء إلى جبل الله حريب، ما كانش يعرف طبعا، ما كانش اسمه كده في الأول، لا، بس هو ده اللي معروف بعد كده بجبل الله حريب، اللي هو جبل موسى اللي في سانت كاترين دلوقتي. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال هأنذا؟ فقال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. طبعا ده أول تعارف بين موسى وربنا، بعد كده في معانا 40 سنة خبرات، ولدرجة بقى هيبقى بيشوفوا عيني عينك كده، انما اول مرة خلي بالكوا شافوا في منظر، ما شافش ربنا كلير كالمسيح له المجد، لا ده شافوا بعدين، انما في المرة الاولانية شاف عليقة تحترق فتعجب. في الاول اتهيأ له ان النار، انتوا عارفين في الصحراء ساعات تشبط نار في شجرة عادي هتتحرق وخلاص، الزهر وهو معدي مش راضي تتحرق، يعني كل ما يقرب منها النار شابكة فيها بس المنظر ثابت ما بيتغيرش. فقال ايه ده بقى النار لو مسكت في شجرة 5 دقايق 10 دقايق الشجرة هتخلص، هي ما بتخلص ليه؟ فابتدى يقرب، ولما بيقرب سمع الصوت موسى موسى، قال مين؟ قال له انا اله ابائك، اخلع عليك، انت واقف على ارض مقدسة. اول رسالة لينا، عاوز تقرب من رؤية ربنا قبل ما تتمتع بمناظر الهية او رؤى، وده مش هو المهم على فكرة، المهم الواحد يتوب. خليك أمين. الأمانة في حق الغير أول طريق لرؤية الله. هنا موسى كان أمين في غنم يسرون، خدتوا بالكم المقدمة اللي حطها الكتاب، كان يرعى غنم حماة يسرون، يعني مفيش عين عليه، مفيش رقيب عليه، ما عملش زي يعقوب بعدها ما قبلها بسنين انه كان بقى ايه بينه وبين لبان كده طار بقيت وعمالين يضحكوا على بعض. لا، موسى كان امين جدا. صدقوني مجرد الامانه في حقوق الناس دي لوحدها عند ربنا مقدمه انه ربنا يكشف لك نفسه، غاليه عند ربنا حته الامانه دي. يقول ان لم تكونوا امناء فيما هو للغير من يعطيكم ما هو لكم؟ انتوا بتطلبوا ان انتوا تشوفوني، بتطلبوا ان انتوا تقربوا مني، حقكم، بس هو انتوا شفتوا حق الناس؟ هو انتوا امنا في حاجة غيركم عشان تقولوا فين حاجتنا، مش تشوف حاجة غيرك الاول؟ اذا اول طريق للتمتع برؤية الله هو السؤال المهم ده، انت امين في بيتك، امين مع اولادك، امين في شغلك، امين في حياتك العادية. موسى في 40 سنة السمعة اللي طلع بيها من مصر راجل قتل قتل، إنما اللي اكتشفوا يسرون في البرية إن هذا الموسى ده راجل أمين،
فأتمنوا على كل ماله وسابه يرعى الأغنام بطريقته، بيدلوش مواعيد، ما بيدلوش راحتك. ثقة، فين لما تشوف واحد ثقة؟ قليلين على فكرة الناس اللي ايه تقدر تسيب لهم البزنس بتاعك كده وتبقى مطمن. ربنا بنفس الطريقة، قليلين في البشر اللي يقدر يسيب لهم حاجته ويطمن. عشان كده في آية جميلة تقول عيناي على جميع أمناء الأرض كي أجلسهم معي. إذن الأمانة أول طريق النظر، أول طريق الرؤية. اللي فيكم يتمنى يشوف المسيح وربنا يدينا كلنا بعد ما نسيب الدنيا، أو يعني متعنا بأي درجة روحية نحس فيها بربنا أو نشوفه، دي تحتاج قبل منها إيه؟ أمانة. كمان قبل المناظر، فكرة إلى ما وراء البرية. اللي عاوز يشوف ربنا يتخطى الحدود العادية. يعني إيه؟ في واحد يقول لك أنا بقرأ الإنجيل ربع ساعة وكأنه ممنوع يخليها تلت ولا نص. ما حصل إيه؟ ما تمر يعني تقعد قاعدة كده وما تبصش في الساعة، ما تعدي الحدود. مرة واحد مثلا يدخل خلوة يقول لك هي نص ساعة، وهي لو بقت ساعة حرام. يعني ما وراء البرية. موسى طول عمره في الصحراء وما شافش قبل كده، إنما في المرة اللي سرح قوي وتخطى الحدود ونسي نفسه وطول، في المرة دي شاف العليقة. يمكن احنا يا جماعة بنخلص صلواتنا بدري شوية عشان كده مش بنشوف حاجة. يمكن لو كنا طولنا عن كده كنا تمتعنا بحاجة أكتر من كده. يمكن احنا بنقفل الإنجيل بسرعة شوية وعشان كده ما بنلحقش نلمس العليقة. يمكن لو كنا خدنا وقتنا أطول كنا لمسنا العليقة دي. إذن ما وراء البرية تنبهنا لفكرة الخلوة، وخلوة والصمت والتأمل. يعني ايه واحد تراعي عجوز 80 سنة ماشي في البرية لوحده هيعمل ايه غير انه يرتل شوية يسرح شوية؟ ما هو فيش حاجة غير دماغه، فيش حد يتكلم معاه غير ربنا. هي خلوة إجبارية بالنسبة لموسى، كانت إجبارية انما خدمته كتير قوي. ساق الغنم إلى ما وراء البرية وجاء إلى جبل الله حريب، وظهر له ملاك الرب كلهيب نار من وسط علقة، فنظر وإذا العلقة تتوقد بالنار والعلقة لم تحتر. برضو حاجة تالتة، أنا كل ده بقول لكم ليه الناس دي شافت. إحنا عاوزين نشوف أي حاجة بس يمكن كده نتغير ولا حاجة. فأولا بندور على الأمانة، ثانيا بندور على الوقت والحدود اللي مربطانا، لأن إحنا بقينا عايشين في جو زحمة زيادة والساعة يعني تقيل على دماغنا. الساعة دي طول الوقت بنبص فيها، كل ده معطل الانطلاق. الحاجة التالتة اللي تخليك تشوف ربنا أو تقرب منه، التوبة والانكسار. موسى النبي في المرحلة دي إيه اللي بيدور جواه؟ حاولوا تتخيلوا يا جماعة، راجل ماسك عصاية بيزك خلاص 80 سنة وفي الشمس وفي البرد بالليل وفي الصحراء، وخلاص عشرته كلها مع الغنم، والطبيعة بقت حياته وبسكنه، بينام تحت السحاب يعني وتحت الشمس، وقعد على كده كتير قوي. وطبعا ابتدى يبهت قوي زمان مجده القديم، انه الامير اللي وراه فرسان، اللي وراه حرس، اللي عنده حشم وخدم، اللي في القصر، اللي بيشخط وينطر، اللي امه بنت فرعون، العز ده كله خلاص بهت بهت بهت. الكرامة القديمة والعز والمجد كل ده انهار انهار انهار. اللي فاضل ايه؟ حتة راعي اغنام لو بصيت عليه من بعيد تدي له ربع جنيه، يصعب عليك. بس هو ده بقى المرحلة اللي ممكن يشوف فيها. كأننا عاوزين نقول ايه؟ اللي معطلنا ان عينينا تتفتح ونشوف، لسه في بقايا كبرياء، بقايا عظمة، بقايا كرامة، بقايا مجد قديم، انسان عتيق، ده معطلنا. ربنا سوى موسى لغاية ما ايه؟ سواه بالارض كده، خلاه هو والتراب اللي ماشي عليه زي بعض، ولا في كرامة ولا مجد ولا اعتبار ولا قيمة خالص. بقى مجهول، بقى مصدرة، بقى غير موجود، بقى نكرة. بس قال له كده تشوف بقى، تعال افرجك بقى.
يبقى تالت حاجة تساعدنا نقرب أكتر التوبة والانكسار. ساعتها ربنا قال له يا موسى تنزل تخلص، قال له من أنا حتى أذهب؟ خلي بالكم، من أنا من 40 سنة كانت إيه؟ أنا أنا، يعني إيه؟ أنا وما فيش غيري ينفع. موسى رشح نفسه إنه يبقى نبي فاترفض من 40 سنة. هنا لما ربنا بيقول له تبقى، قال له أنا مين؟ واضح الفرق الضخم اللي حصل في 40 سنة. طول ما انت شايف نفسك تنفع يبقى لسه مش عارف يشتغل بيك، مش عارف يفرجك، مش عارف يمتعك. ربنا عاوز يكشف لنا أسرار، ربنا عاوز يفرجنا على مجده. تصوروا ربنا حابب يقربنا منه ويمتعنا بيه، بس احنا معطلينه لانه حتة الأنا دي لسه احنا شايفين نفسنا كويسين وننفع. قديس مرقس الناسك يقول ايه؟ يوجد انسحاق للقلب حقيقي ومفيد، وهذا يلمس القلب في اعماقه، ويوجد انسحاق اخر مضر ومقلق، هذا يقود الى الهزيمة او اليأس. يعني ايه الانسحاق اللي احنا بنتكلم عنه او التواضع؟ هو اللي يخلي القلب منكسر متواضع لا يرزل الله، مش اللي يخلي القلب يائس ويقول انا مش نافع وبس. دي غير دي، خلي بالكم، بينهم شعرة، خط رفيع بين الانسحاق الحقيقي اللي معاه شوية رجاء وبين اليأس المر اللي الواحد مش طايق نفسه. لا ده غير ده، هما قريبين شوية في الشكل، لكن الاولاني معاه حب ومعاه رجاء، التاني معاهوش الحاجات. وبعدين قال الرب لهارون جبل حوريب. الحتة دي اسمها جبل حوريب على فكرة، عشان نفتكر بقى الجبل ده مليان ذكريات. يعني أنا نفسنا كده حد فيكم يعمل بحث أو كتاب عن جبل حوريب، لأنه ذكرياته في الكتاب ضخمة. يعني بعد اللقاء ده على طول ربنا هيروح مخصوص لهارون يقول له أخوك مستنيك في جبل الله، هيتقابلوا عند جبل الله بعد 40 سنة. وكأن ربنا بيجمع الحبايب كمان، اللي هي فكرة السماء. هارون ما شافش أخوه من 40 سنة غالبا، تصوروا، ويمكن فاكره مات. إنما ربنا يروح لهارون يقول له لا تعالى قبلك بجبل الله حوريب، لأنها تعملوا شغل مع بعض. وجاب موسى وهارون عشان ينزلهم لفرعون. برضو يسرون بعد سنين كتيرة لما موسى طلع بالشعب وبقى خلاص ماشي في سينا، يسرون جاب عياله وقعدوا تحت الجبل مع موسى. وفي سفر الملوك ده إيليا بقى، إيليا النبي راح على جبل الله حوريب، نفس الجبل ده، هو ده الجبل اللي كان بيجري عليه إيليا. عشان كده إيليا جاي سفر 40 يوم، لأن مسافة طويلة من فوق سينا خالص ناحية الأردن لغاية جبل موسى، بس خدها بقى، أصل ده من الشواح فعارف سكته. أنا بديكم أمثلة قد إيه جبل الله حوريب ده فيه ذكريات كتير عشان أقول حاجة. في الشهر الثالث بعد الخروج وصل كل الشعب 600,000 ماشي بكل الستات والعيال معاهم تحت جبل الله مقابل الجبل. لما يقولوا الجبل ألف لام كده يبقى جبل الله. وكان ده اللي يطلع فيه موسى. بعد كده ناداه الرب من الجبل وقال له تقول وتقول، وقال له أنا كنت شايلكم على أجنحة النسور. كل الأحاديث دي كانت فوق الجبل. إيه حكاية الجبل بقى؟ اشمعنا في بطن الجبل اللي طلع منكم سانت كاترين وشاس؟ العلقة تحت شوية، الجبل عالي فوق، لكن العلقة كانت ايه؟ بتقول له يلا اطلع لفوق. فاهمين الفكرة؟ انتوا رحتوا سانت كاترين ولا ما رحتوش؟ اللي فاكر يعني مكان العلقة جوه الدير. يعني ايه؟ يعني تقدر كلنا نشوفه، لكن مش كلنا نقدر نطلع فوق الجبل، يقطع النفس. ده معناه ايه؟ ان ربنا العلقة دي كانت مقدمة رحلة من المناظر للمستقبل. هو لم يكتفي بالعلقة، خلاص العلقة دي كانت اول سلمة، بعد كده قال له اطلع لي فوق. وفوق بقى كانت القعدة احلى. كتاب الخروج بيحكي ذكريات غريبة جدا، شافوا المسيح على عرشه وراح عزم 70 شيخ بعد كده، قال لهم تيجوا تشوفوا المنظر ده معايا. طلعوا كلهم قعدوا قدام ربنا شايفينه زي اللي في السماء بالظبط، زي رؤية واحد. وبعد شوية بقى يقعد معاه حكي معاه كده زي بطرس ويوحنا لما يقعدوا مع المسيح بالساعات 40 يوم. وعشان كده في آخر حياة موسى يقولوا لم يكن مثل موسى الذي كان يكلم
الله يتكلم معه مثل الصديق لصديقه. إذن العليقة دي بس إيه، فتح كلام. هتكمل على كده ولا لا؟ طبعا هو عجبه جدا المنظر وعجبته القعدة، وبقى إيه اشتاق يكمل في رؤية الله، ومن مجد إلى مجد لغاية ما بقى فوق الجبل ده، بقى الأسرار اللي محدش يعرف يحكي فيها أبدا. فكرة الجبل معناها الارتفاع، كل ما تتسامى وترتفع كل ما عينك تتفتح. عينينا مقفولة لأن احنا غارسين في الدنيا زيادة وغرقانين فيها زيادة، ومخنا متلبش بالفلوس والأكل والشرب واللبس ده معطلنا جدا. إنما كل ما تطلع لفوق كل ما الدنيا تصغر، كل ما تبقى بتشوف ربنا أحسن. كمان الجبل معناه دايما النسك والزهد. بتوع الجبال دول إيليا وموسى ويوحنا المعمدان، اللي هم الناس اللي بتشوف براحتها دي، دول ما لهمش في الأكل والشرب والكلام ده، دول بطبعهم زاهدين نساك، أجسادهم مش شغلاهم، وعشان كده كانوا بيشوفوا كتير. الجبل كمان حيث الهدوء، والهدوء مجال لرؤية أو سماع الله. كل الكلام ده بيجاوب على سؤال مهم، هو احنا ليه مش بنشوف؟ ما هو طب انت ما قتلتش قتيل موسى، قتل القتيل، ومع كده موسى شاف انت ما بتشوفش. اذا الموضوع مش بقى واقف على الخطايا والهيستوري، لا، الموضوع واقف ان انت ما مشيتش في السكة اللي تخليك تشوف. مفيش الامانة، مفيش الخلوة الطويلة، مفيش الجبل، مفيش الزهد، مفيش الهدوء، كل ده مخلينا مش عارفين نشوف. قديس يوفان يقول ايه؟ ينبغي ان يكون لك ايمان قوي حي بان الله في عظم مراحمه وكثرة حبه ورأفاته يريد، وهو دائما على استعداد ان يعطيك كل احتياجاتك لتخدمه بالحق، ويغدق عليك كل بركة تحتك. مثل هذا الايمان يكون بمثابة وعاء يملأ الله بكنوزه. يعني تفتكروا ربنا مش عاوز يوريكم؟ عاوز يورينا كلنا. تفتكروا ربنا مش عاوز يفرجكم؟ لا، عاوزكم تتفرجوا، وعاوزكم تسعدوا، وعاوزكم تتمتعوا، وعاوزكم تحسوا بمشاعر سماوية، وعاوزكم، ما عندوش مشكلة، احنا اللي معطلين. بقدر سعة إناءك بقدر غنى العطايا التي ستجلبها صلواتك كل حين إلى أعماق الله. فاكرين دي بتفكرني بكلمة المسيح لما قال لحزقية: عمق طلبك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. يعني ايه يا اخي؟ اطلب طلب على الايمان. يعني بقول لك شبيك لبيك، ربنا بين ايديك، اطلب حاجه عدله، عمال تقول لي سنحاريب واشور، انما اشبط كده وقول عاوز اشوفك هوريك، عاوز السماء هديك. عمق طلبك او رفعه الى فوق، على قد وعائك هتاخد. تصور واحد واخد رايح كوبايه صغيره قد كده بتاعت العيال دي وعاوز يشرب، طيب خلاص نملها لك، لو جايب جردل هيتملي كمان، طب ما تجيب حاجة واسعة شوية. ظهر له ملاك الرب لهيب نار في وسط العليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. حكاية العليقة التي لم تكن تحترق، هنا من الحاجات اللي ربنا بيحب يكشفها لنا. احنا ساعات بنبقى مشغولين بحاجة وربنا بيعاوز يقول حاجة تاني. معلش ركزوا معايا في النقطة دي. ساعات انت واحد يقول ايه، انا بس لو العدرة جات لي مثلا في حلم ولا حاجة، هسألها سؤال واحد: مين هيبقى الرئيس؟ يا شيخ روح انت كمان، يعني العدرة تجي لك تقول لها مين الرئيس؟ رئيس ايه؟ ما يطلع زي ما يطلع، او مش عارف هيحصل السنة الجاية. او هنا احنا ساعات بنبقى مشغولين بحاجة وربنا باصص لحاجة اهم كتير قوي. دانيال لما اشتهى يعرف اخبار نهاية السبي، كانوا مسبيين، فقعد يصلي ويصوم بحرقة: يا رب هنرجع امتى؟ شعبك تعب. فجاله رئيس الملائكة، ما قالوش حتى الاجابة، قال له انت راجل محبوب، خلينا في المفيد. ايه المفيد؟ قال له هقول لك ربنا جاي امتى. يا عم انا بسأل المسبيين يرجعوا امتى؟ قال له مسبيين ايه وخيبتي. طب بص، من ابتداء الامر لرجوع المسبيين، يعني ايه قريب خالص هيطلع قرار ملكي برجوع المسبيين. عد بقى 70 في 7
هيجي المسيح نفسه، هيجي ربنا على الارض، وابتدى يكلمه في حاجة اهم. ساعات احنا نبقى عمالين نزن في حاجة وربنا بيتكلم في حاجة اكبر جدا. اذا موسى كان كل اللي شغله يا ترى اخواتي عايشين، يا ترى فرعون اللي كان عاوز يموتني موجود ولا واحد تاني دلوقتي، هو انا خلاص كده هموت في الصحراء ودي اخري، هو انا ملياش معنى في الدنيا دي. طلع ان ربنا بيتكلم معاه في قضية ضخمة جدا، خلاص شعب ويبقى رئيس انبياء وتغيير مسار التاريخ كله، ويبقى يعني صديق العريس هو كمان وكليم الله. ايه ده؟ ده انا بكلمك يا رب شوية الغنمات بس اروح بيهم لعم يسرون يرضى عليا ويلاقيهم مظبوطين لحسن في غنم انا مش عارف راحت فين. ساعات الواحد يبقى عامل كده زي شاول الملك اللي كان قاعد 3 ايام يدور على ايه، فاكرينه الحمارة، وراح لصمويل النبي عشان يقول له الحمارة فين يا صمويل، وصمويل يبص له كده ويضحك عاوز يقول له انت ضارب المشوار ده 3 ايام عشان تسألني على الحمارة. خلينا نتكلم في المفيد، ده ربنا اختارك ملك على شعب ملوش اخر. احنا بنعمل كده، احنا بنزن في قضايا صغيرة قوي، تبقى الام عماله تزن هي البنت هتتجوز امتى بس يا رب، وتبعت لها العريس يا ستي بنكلمكم في ملكوت السماوات، في ابديه، في ميراث سماوي، في قديسين، في رؤيه المسيح، في حاجات كبيره قوي، ما تخليكوا معانا، انما احنا مخنا تحت شويه. العليقه كانت مقدمه لشرح اعظم سر اللي هو سر المسيح، سر الله في الجسد. انه هو قال بسذاجته أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، هو حس بعظمة، بعظمة كده، حس برهبة. إيه ده يعني؟ يعني إيه نار تمسك في شجرة والشجرة زي ما هي كده؟ ما هو لو دي نار يبقى تحرق، ولو دي شجرة يبقى لازم تتحرق، إنما تفضل النار نار والشجرة شجرة ومفيش حاجة بتتغير. إيه ده العظمة دي بقى؟ ولما قرب قال له بس تعال أحكي لك بقى. يبقى ربنا ممكن عاوز يقول لنا حاجات غير اللي شغلك. توقعوا دايما كده لما بتقرب من ربنا في امور اكبر كتير من تركيزك واهتماماتك الضيقه المحدوده الارضيه. وقال لماذا لا تحترق؟ هو السؤال ده معناه ايه؟ لماذا لا تحترق العليقه دي؟ عارفين الاجابه ايه؟ لانه ربنا مش قاصد يحرق الإنسان، ربنا قاصد يحضن الإنسان، قاصد ينقي الإنسان، قاصد يتحد بالإنسان. النار بتحرق، لكن النار دي بالذات ما بتحرقش، النار دي بتلزق. فين النار اللي بتطلع في القدس دي اللي يمسكوها بإيديهم ويبقوا فرحانين بيها؟ هي نفس الفكرة، النار الإلهية مش غاوية تحرق، هي تقدر تحرق. إلهنا نار آكلة، لكن هو مش غاوي أبدا الدور ده، هو غاوي يتحد. فلما يتحد بالشجرة العليقة التعبانة دي تتقدس. فابتدى يفهم انك يا موسى مش عشان قتلت في يوم من الايام قتيل وعشان عملت عاملة سودة وهربان، لو لقيت ربنا هتلاقيه الغضبان عليك اللي عاوز يحرقك، يبقى انت ما فهمتنيش يا حبيبي. عاوزك تفهمني، انا ناري نار حب مش نار دينونة. انا ناري دي تاكل الشر لكن ما تاكلش البني آدم حبيبي مهما حصل، إلا لو أصر على الشر. فهنا لماذا لا تحترق العليقة؟ هي إجابة واحدة، عارفين هي في نظري أنا؟ لأن الله محب. لا تحترق العليقة لأن إلهنا إله حب، مش إله دينونة، مش إله جبار منتقم، لا إلهنا غفور. وبعدين اتسمى المسيح في الوقت ده ملاك الرب، ودي طبعا بتلخبط ناس كتير، هو الملاك هو المسيح ولا مش هو؟ هو طبعا فكرة ادراك ان الله ذاته هو اللي بقى منظور، دي كانت لسه عاوز شغل كتير عشان البني ادم يستوعبها. فكان كلمة انجل او ملاك معناها مرسل، فده اللي مرسل من الله. كونه بقى كلمة الله، طب وماله؟ ما هو مرسل من الله برضه. فكتير ما يلقب المسيح في العهد القديم بملاك الرب، انما طب نعرف منين ان كان ملاك ولا المسيح؟
وانت بتقرا الحديث نفسه لو حصل سجود ولو حصل كلام متقال يا رب، يبقى احنا ايه؟ ده مش ملك. يعني ايه؟ هتلاقوا في ظهورات كتير قوي في العهد القديم، تعرفوا ده ملاك ولا المسيح امتى؟ مع الحوار. ليه؟ عارفين لما كرنيليوس سجد لبطرس، بطرس شد وقال له لا اوعى تسجد لي انا انسان زيك. لما يوحنا في الرؤيا سجد الملاك قال له برضه لا لانه ده ملاك، قال له ما تسجد ليش انا. انما في مرات تانية هتلاقوا ملاك الرب يقبل السجود، يبقى ده المسيح. فمرات تانية ملاك الرب بيقول لأني أنزل وأعمل وأسوي، يبقى ده المسيح. روح وقول ربنا بيقول لكم، بيتكلم بسلطة، يبقى ده المسيح. مثلا تلاحظوا هنا في خروج 14، انتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامه ووقف وراءهم، يبقى إيه؟ ده المسيح اللي محوطهم من كل ناحية. هديكم مثل تاني عشان تعرفوا حكاية الظهورات دي بتمشي ازاي. ظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك. ده كان إسحاق بقى. احنا هنا كنا في موسى قبلها بكتير قوي، إسحاق بن موسى 300 سنة. إسحاق كان راجل طيب وكان بيسمع من أبونا إبراهيم حكايات جميلة. أبونا إبراهيم ياخده على حجره كده وهو 110 سنين مثلا، يقعد يحكي له، يقول له يا إسحاق حبيبي كنت مرة إيه قاعد على باب الخيمة وجالي ربنا. يقعد يقول له بابا شكله ايه ربنا ده؟ يقول له شكله حلو. كان معاه مين؟ كان معاه اتنين ملايكة. احنا بنحكي للعيال كده بس ابونا ابراهيم بيحكي بقى لاسحاق اللي شافه. وقعدنا نتمشى يا حبيبي في الصحراء ويقول لي ايه انا هخلص على سدوم وعمورة. اقول له لا لا، افرض طلع في حد كويس. يقول لي طب رأيك ايه؟ طبعا اسحاق فاتح بقه، ايه ده ابويا ده مهم قوي. ايه يا ابويا بتعرف تتكلم مع ربنا كده وتتمشوا مع بعض وتقول له بلاش؟ يقول لك حاضر. ايوه ماله. فطبعا اسحاق عاش طفولته كلها يشتهي يشوف هذا الاله. يقال انه لما اتحط على المذبح واترفعت السكينه ووقفت في الهواء ما نزلتش شاف. انما هو بعد كده شاف لما كبر بقى وهو مشتهيش انه يشوف، ظهر له الرب. اذا فكره رؤية المسيح دي كتيرة قوي على فكرة مع القديسين بالذات في القدام. وكان دايما يجي يقول ايه انا بتاع فلان عشان ايه يعرف نفسه، فبيبني على الخبرة اللي قبله. فاهمين ازاي؟ ما هو التاني مش عارف، فيقول له انا اله ابراهيم ابوك. يقول له ايوه انا فاكر الحكايات كلها. لا تخف لاني معك وكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. وكان ابوه يقول له انا لما يظهر لي اعمل مذبح على طول. فبقى اسحاق ايه ماشي على البرنامج، اول ما يظهر له المسيح يعمل مذبح. اسحاق شافه مرتين على الاقل. برضو نفس الكلام، اسحاق مسك يعقوب وعيسو، بس عيسو ما كانش يحب الحكايات دي، ملوش فيها خالص. انما يعقوب كان ينبسط ويسمع الحكايات. فاسحاق يقول له يا اولاد انا كنت برضو اسحاق كان كبر لما جاب عياله، خلي بالكم كانت مراته عاقر شويه. فبرضو تصوروا شايل العيال على رجليه ويقعد يحكي لهم انا شفت ربنا بعينيا، ربنا حلو قوي وطيب وبيحب ولاد ما بيحبش الغلط، وشكله ايه يا بابا، ويقعدوا يحكوا. فدارت الايام ويعقوب عامل عامله وطالع في الصحراء وشاف السلم، واول ما شاف الحلم قال له انا عارفك، عارفك من حكاوي بابا وجده. فاهمين الفكره؟ ادي الفكره، ادي التسليم. يبقى وساعات مره يقولوا عليها ملاك الرب ومره يقولوا ربنا، وده يأكد نفس الفكر. وقال لي ملاك الله في الحلم يا يعقوب فقلت ها أنا ذا. هو نفس الشخص، مرة قال الرب ومرة ملاك الرب وقال له ايه في موضوع لبان. خلاص هو عارف شكله وعارف كلامه. عشان كده الليلة بتاعت ما كان هيقابل عيسو فضل يتخانق يقول له تعالى لي دلوقتي انا محتاجك، انت جيت لي مرة تقول لي هدي لك الفحول كلها اللي نفسك فيها وتبقى غني زي لبان واكتر، وزمان ظهرت لي وقلت لي هكون معاك مع انك انت عامل شقاوة بس خليك عدل. انما الليلة دي بقى انا عاوزك اكتر من اي مرة لانه اخويا هيموتني ويموت العيال بكرة. فجاله بالطلب وقال له لن اطلقك لن اتركك حتى تبارك. نرجع لموسى، أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ لما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله وقال موسى موسى قال ها أنا ذا. يبقى سر العظمة أحبائي في أن الله ظهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى.
الله ظهر في الجسد. أعظم حقيقة في التاريخ، أعظم سر في البشرية، إن ربنا بقى واحد مننا من اتضاعه. دي أغلى حاجة حصلت وأعظم حدث في التاريخ. وبعدين موسى قال حاجة لطيفة، قال أميل لأنظر. اعمل خطوة زيادة هتشوف وتسمع. يعني إيه؟ لما تبقى قدامك أي مش فاهمها قول طب أفتش وحاول أفهمها، هتفهم هتشوف. إنما تعدي آية ورا آية مش عاوز تفهم، طب ما هيفوتك المنظر. تصوروا موسى عدى جنب العليقة، الله شجرة بتتحرق ومشى. إيه اللي شجرة بتتحرق ومشى؟ طب ما خلاص، ولا كنا سمعنا بيه موسى ده. على فكرة ده اللي احنا بنعمله بقى في حاجات كتيرة قوي. ربنا بيظهر لنا وبيبقى مستنينا نميل لننظر. يعني ايه؟ نقف كده ونتساءل ونتحقق ونطرطق ودنا ونشوف ايه الموضوع، فتبص تلاقي في مسج. انما لو انت عمال تعدي على الحاجات دي يبقى في حاجات كتيرة قوي بتحصل انت ما كنتش واخد بالك. لما ربنا قال له موسى موسى، غريب ان موسى قال ما قالش مين بيتكلم، قال له ها انا ذا. الظاهر انه موسى وصل الى نوع من البراءة والسذاجة، حتى ما سألش مين اللي بينادي، انما قال له افندم. يعني النظام ايه؟ انا جاهز اهو، ها انا ذا، يعني اللي تؤمر بيه. فهو عنده استعداد على فكرة للخضوع وللطاعة حتى لو مش فاهم كل حاجة. خلي بالكم موسى لم يتساءل عن سر الشجرة، تاخدوا بالكم لآخر الحوار ما قالوش إلا أنا عندي سؤال، هو أنت إزاي ماسك في الشجرة والشجرة ما بتتحرقش؟ ما قالش كده. يبقى خلي بالكم من حاجة، ربنا لا يخاطب العقل فقط، لأن موسى نفسه لغاية دلوقتي لو سألته السؤال ده يمكن ما يعرفش يجاوب، بس هو كان متأكد أن الصوت طالع من العليق، فده ربنا. إذن الأسئلة الجدلية العقلانية مش هي الطريق لمعرفة الله. أكتر واحد في التاريخ عرف ربنا في العهد القديم موسى، هو أبونا إبراهيم. إنما ما عندهمش الأسئلة العقلانية بتاعت طب إزاي، طب الورقة يعني، طب دي نار بجد، لا الكلام ده بتاعنا احنا اللي بنا مش عارفين نشوف. وبعدين قال له ما تقربش، استنى ما تقربش قوي. إيه حكاية ما تقربش قوي؟ يعني انت جاي له يا رب وبعدين تقول له ما تقربش؟ ربنا لما يظهر ويقرب يحسسك دايما انه ايه، انا جاي لك وبقرب منك، بس خلي بالك لو قربت زيادة ممكن انت تتحرق. معناها ايه؟ على قد ما النار دي حب، على قد ما الاستهانة بيها يحولها الى نار محرقة. تاني الحتة دي، النار دي حب لكن لو استهنت بيها تتحول من حب إلى دينونة. فقال له أنا جاي لك وبحبك وهنبقى أصحاب، بس في كده إيه بروتوكولات، في طقس، في نظام، في احترام. الأرض اللي أنت عليها دي مقدسة، واخلع حذائك. يبقى ربنا اللي بيعلمنا الطقس، اقلع جزمتك. واحد يقول يعني يا رب فرقة كتير، يعني أنت جاي له من السماء للأرض وبعدين وقفت على جزمة؟ لا، هو ربنا عاوز يعلمنا مبدأ مهم، الأمور الجسدية تغرس فينا انطباعات روحية. تاني، الأمور الجسدية تغرس فينا انطباعات روحية. يعني لما تتعود قبل ما تتناول ما تاكلش الصبح وتقلع جزمتك، في انطباع بيتغرس من غير ما تحس من وانت صغير ان دي حاجة كبيرة وانها مش حاجة عادية وان لازم لها احترام ولازم لها نظام كويس. فهمتوا الفكرة؟ إنما الحكاية مش لأن الجزمة هي اللي هتنجسك، يعني الموضوع مش كده. طبعا الخطية هي النجاسة، لكن الطقس ده، هذا التحفظ اللي عامله ربنا له قيمة في إنها تغرس مفهوم. وهكذا كل الأمور اللي تبدو حسية جسدية في الطقس هي مش هدفها في ذاتها، هي هدفها في الانطباع اللي يتكون من وراها. وغطى موسى وجهه لأنه خاف ينظر إلى الله. طيب ربنا يظهر لنا وبعدين ما نقربش قوي، هو المقصود بها ايه؟ كل خطوة ليها رؤيتها. بمعنى بكرة يا موسى هتقرب اكتر بس مش دلوقتي.
سكة الاقتراب من الله ما تخلصش في يوم أبدا. هو قرب وحصل حوار، جاي قرب أكتر قال له لا ما تقربش زيادة عن كده دلوقتي، بعد شوية قال له اطلع لي الجبل، بعد شويتين يقول له تعالى نقعد في الجبل، بعد شويات يقول خلاص احنا بقينا اصحاب. إذن اوعى يتهيأ لك في يوم من الايام انك جبت اخر السك، انت لسه في اولها ويمكن ما ابتديتش. ما معنى الارض المقدسة؟ معناها منين ما يكون ربنا على الارض يبقى الارض مقدسة. طب المسيح تجسد صارت كل الارض مقدسة، للرب الارض وملؤها. طب مين اللي يعمل ده؟ احنا لننفذ المشروع بتاع ربنا. ربنا جه الارض عشان الملائكة تقول السماء والارض مملوءتان من مجدك الاقدس. السماء مليانة بس الارض مش مليانة، مليانة من الخطية. مين اللي يفعل ده؟ ولاد ربنا. احنا مسؤولين نخلي الارض مقدسة، كل الارض، لكن هو منين ما يحل ربنا تبقى ارض مقدسة. ثم قال انا اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب. غطى موسى وجهه فقال الرب انا رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخهم فنزلت لانقذهم، وايه يلا ها انا ارسلك. هنا في حاجة مهمة جماعة، ربنا لما يظهر للواحد يعلن نفسه انا هو، يعلن حقيقته عن طريق النار اللي ماسكه في شجرة، بيبسط المعنى اني انا قادر ان انا ابقى انسان، انا هتعامل مع قضايا البشر مش من السماء، لكن كمان انا شايف وسامع، انا شخص بحس، انا مش فكرة، انا بجد اله حي، فعندي عينين وعندي ودان بس يعني فوق الادراك، وانا نازل بنفسي اعمل حاجة بس اخذك معايا. برضو انا نزلت لانقذك انقذهم يلا تعالى بعتك، دي تدينا معنى جميل قوي. اللي بيخدم ربنا واللي بيشتغل ربنا واللي بينزل يحل المشاكل ربنا بياخدنا في ايده، يبقى احنا كخدام ايه؟ نازلين معاه، شغالين معاه، نحن عاملان مع الله، انما هو اللي بيشتغل. وطبعا الفكرة دي للأسف تايهة عننا، احنا ساعات نفتكر ان احنا اللي بنخدم واحنا اللي بننظم واحنا اللي بنشتغل، وبننسى ان هو اللي بيعمل كل حاجة وبياخدنا في ايده زي العيال الصغيرة. نزلت لأنقذهم والآن هلم فأرسلك. لما الواحد بيشوف ربنا أحبائي بتبتدي الأمور كلها تختلف في دماغه. لما بتقرب من ربنا معاييرك كلها بتختلف. يعني معلش أرجع لموسى الراعي تاني وأقول كان بيفكر في عدد الغنمات وهيروح يتكلم مع صفورة ويعد الغنم ويأكل لقمة حلوة ويبات في الخيمة بعد غياب كذا يوم، وده اللي بيفكر فيه. بعد المقابلة دي موضوع كبر واختلف خالص، نسي بيته ونسي الغنم ونسي الأكل، وبقت وراه مهمة خطيرة، خلاص الناس، ربنا شغله بمشن، برسالة، تعالى بقى ننزل ونخلص العبرانيين. يبقى توقع لو التقيت بالمسيح أو قربت منه أو تعالى وانظر، لأن بعد ما هتشوف مش هترجع زي ما أنت، مش ممكن. لو دخلت إلى العمق وشفت ربنا بعينيك مش ممكن هتستمر زي ما أنت، لازم هتتبدل، لازم هتطلع واحد مش عايش لنفسه anymore، خلاص ما يقدرش يعيش لنفسه. أي واحد بيشوف ربنا أو بيقرب منه زيادة بتنتهي حياته في اللحظة دي، وبيبقى بعد كده مسخر لخدمة الله بس بطوعه بإرادته، مش يعني حاجة ذل يعني. فالرؤى بتدي استنارة، بتغير الدماغ خالص، الواحد بيفكر بطريقة ربنا، يا انت عينك عليهم، طب انا نسيتهم خلاص، اهلي دول انا زمان كنت مشغول عليهم، لا ترجع تهتم بيهم وتحس بيهم. والرؤى بتعزي الواحد، انت مش مرفوض، خلي بالكم موسى ممكن يكون بيعاني من فكرة مزمنة عنده، الجيلت فيلينج، عقدة الذنب دي النهاردة بيتكلموا فيها كتير قوي، بقاله 40 سنة متعقد. ليه؟ لأني غلطت غلطة عمري لما دفعت عن شعبي فقتلت قتيل. طبعا اللي بيعمل كده يا جماعة بيبقى متعذب، فغالبا جاي في باله إن كان في ربنا اللي أمي كانت زمان بتكلمني عليه وأنا طفل أكيد غضبان عليا وأكيد رافضني. فضمنيا الحوار ده بيقول ايه؟
انا مش رافضك، فكرتك غلط، انا بحبك، انا قبلك، ده مش قبلك بس، ده انت اللي هتنفعني، انت اللي هتشتغل معايا. اذا اي رؤية او اي اقتراب من الله مش بس بيدي استنارة، بيدي تعزية، بيحسس الواحد يا ده اللي بيحصل ده ابعد ما يكون عن تصوري. انا فاكرك لو ظهرت لي يا رب هتكشر، تظهر لي وانت مبتسم، ده انا عامل عم بيلاوي الدنيا، تظهر لي وتقول لي بحبك بعد كل اللي عملته، تظهر لي وتقول لي تعالى اشتغل معايا وانا فاشل على طول الخط، ايه ده، الموضوع مختلف خالص عن اللي كنت فاكره. فبالتالي بنصل انه لما بتشوف ربنا بتطلع من الموقف ده حامل رسالة، مهموم بحد تاني، مشغول باللي شاغل ربنا، واللي شاغل ربنا هم البشر دايما. لإلهنا كل مجد وكرامة.